حوار المدير الفني لكل فريق مارسيل كولر وطارق العش يا محمد. كابتن مارسيل كولر لعب 17 مباراه مع النادي الاهلي، فاز في 12 مباراه، تعادل في 5 مباريات وهزم، يعني ما فيش هزيمه لمارسيل كولر مع النادي الاهلي. سجل 29 جول ودخل في مرماه 6 اهداف وشباكه نظيفه 11 طبعا مره. لكن كابتن طارق العشري لعب 13 مباراه مع نادي سموحه، فاز في مباراتين، تعادل وكمان كابتن مباراتين منهم اخر مباراه مع طلائع الجيش، وتعادل في 7 مباريات، هزم في 4 مباريات، ليه 6 اهداف بس. وده رقم يبين لك قد ايه ان كان، يعني تخيل 4 اهداف بس طول الموسم من غير حسام حسن، من غير هدفين طلائع الجيش. صحيح. وعليه 11 هدف وشباكه نظيفه 6 اهداف، برده كابتن مش عليه كتير في ظل النتائج السلبيه دي، لانه لعب بالظبط 8 ماتشات في الفتره ما بين قبل ماتش طلائع الجيش، في الفتره بين ديسمبر وايه يعني شهر نوفمبر وديسمبر، لعب 8 ماتشات، عمل فيهم 5 تعادل منهم تعادلات سلبيه كتير جدا و3 خسائر. طيب لو في بقى مقارنه ما بين محمد الشناوي والهاني سليمان يا مجدي. يعني الاثنين شاركوا في كل المباريات بتاعت الفريقين بواقع 13 ماتش. محمد الشناوي اهتز شباكه 5 مرات بس من اول الموسم، وهو صاحب المعدل الاعلى في الشباك النظيفه بثمان مرات للشباك النظيفه، اتصدى ل 28 كره من اصل 33 محققه عليه، هاني سليمان 14 من اصل 24. تصدر محمد الشناوي لركله جزاء من واقع ركلتين اتصوبوا عليه، هاني سليمان ما تصدرش للركله الوحيده اللي اتصوبت عليه. اعتقد محمد الشناوي بيقدم موسم هادي منضبط جيد، ولكن الهاني سليمان هو الشخص اللي عنده دوافع كبيره جدا على الاقل انه يرد على الانتقادات اللي توجهت له بعد ماتش. على فكره يا شباب انتوا نسيتوا حاجه في الاوقات في الجدول ده الوقت الضايع، عدد الدقائق الضايعه. انتوا نسيتوا حاجه في الوقت ده يا شباب، بعد كده انتوا بتحطوها في اي محسومه. مش محتاجه مقارنه ازاي؟ يعني ايه مش محتاجه مقارنه؟ مش محتاجه مقارنه يعني لازم كانوا يحطوا الوقت الضايع اللي ضيعه نسلم ياخد فيها البالون دور كابتن. وانا كنت خلي بالك هو شايف الموضوع ده مين، ونعرضها على كابتن طارق مجدي وكابتن سيد شعبان من الاول كده عشان يبقوا واخدين بالهم وعارفين. بعد كاس قبل كاس العالم اللي فات يا كابتن كان الاجتماع بتاع بيرلويجي كولينا مع روابط الحكام كلها في العالم. موضوع احتساب الوقت البدل الضايع ما بقاش تقديري. نتمنى من كل الناس اللي مسؤول عن التحكيم في مصر يعرفوا ان ده ما بقاش تقديري. ايوه صدقوني ما بقاش تقديري، وكاس العالم كان اول تجربه ليه، وكنا بنشوف ماتشات تبدو لك 0-0 وضايع منها 15 دقيقه بيتلعبوا ال 15 دقيقه وبيتلعب الشوط الاول اخر اللي كان دقيقه ودقيقتين، واحيانا ما بيتحسبش اكسترا تايم، بيلعبوا 10 دقائق في شوط واحد عادي خالص. فالظاهره دي هتختفي تماما من العالم، نرجو انها ما تستمرش في مصر بس، يعني نرجو ان مصر ما تبقاش البلد الاخيره اللي تنتهي فيها ظاهره تضييع الوقت. يا رب ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك اتمنى أن يظهر من بكره. يعني حتى شمال أفريقيا بطلوا يعني المدرسة دي انتهت خالص في شمال أفريقيا. انتهت، لكن يعني احنا بكره مرة تانية في مباراة الأهلي وسموحة في الدوري العام المصري في الدور الأول. كابتن سيد شعبان وكابتن طارق مجدي بعد إذن حضراتكم، الكابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة مسك الكورة 16 ثانية. عايز حضراتكم بس تبقوا واخدين بالكم بكره من هذا الامر، اتمنى ان الامر ده وتضييع الوقت بشكل عام يعني، وفي النهايه انا اتمنى ان يكون بكره هناك عداله تحكيميه، لانه انا اللي يهمني ايه؟ ان لو عداله تحكيميه فنيا ان شاء الله الاهلي يبقى افضل، ولكن من الناحيه الفنيه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب الله. لان النادي الاهلي على الرغم من كل الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده، ولكن يظل دائما النادي الاهلي هو الافضل والاحسن، هو دايما عايز بطوله، عايز بطوله دايما، هو اللي عايز البطوله، هو اللي عنده الدافع الاساسي ان انا عايز بطوله وما دون ذلك مشكله. هذا هو يا كابتن في حته الوقت الضايع، في تفكير في رابطه الانديه وهنرجع اكيد للكلام ده تاني، الرابطه بتدرس فعلا ان الموضوع ده من الموسم الجديد يتم تطبيقه. اوكي. بشكل ايه او اليه ايه لسه ما تمش الاستقرار عليه. الموسم الجديد؟ الموسم الجديد. حين ولكن الفكره دلوقتي في القصه دي الموضوع الوقت دوت، لان فعلا الوقت الضايع انا بس مش فاهم هو هل ممكن يبقى فيها مشكله لو تم وضع حكم اتعملت قبل كده كابتن في مصر ونجيب عارف اللي هو ستوب ووتش القديم ده ويقعد ويكتب بالظبط ويكتب زي ما احنا بنعمل على فكره، احنا بنعمل كده او يعني بتتعمل بالطريقه السهله بتتعمل كده.
بالظبط، وهتحقق عداله كابتن كبيره جدا في الدوري المصري. صحيح. يعني انا لما النادي الاهلي ينزل يلعب مباراه ويلعب 90 دقيقه 90 دقيقه، النادي الاهلي يقدر يتفوق فنيا بشكل كبير جدا، والعداله دي مش هتبقى ليك لوحدك، العداله دي هتبقى لكل الانديه. مش بطالب بقى الاهلي، ما ينفعش ان لعيب كوره يضيع اكتر من بالطريقه الساذجه دي، وما ينفعش ان لعيب الكوره يكون معترف بكده وما نشوفش قرار من لجنه الحكام، ما نشوفش قرار من اتحاد الكوره. صحيح. ما ينفعش ان لعيب يطلع يعتذر عن وقت ضايع، ما ينفعش ان لعيب يطلع ينشر على صفحاته على التواصل الاجتماعي ان هو بيضيع وقت وان بكره هضيع وقت، ما ينفعش الكلام ده. لازم يكون في رد باتحاد الكوره يكون موضوع حاسم، كلنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه وعارفين ان اي لعيب بيكتب اي كلمه تخص المباراه او تخص الدوري بتكون ليها حساب، لانك انت لعيب مسؤول في فرقتك ولعيب اساسي في فرقتك، فما ينفعش ان انت بكره نلاقي المباراه بدل 90 دقيقه نلعب 30 دقيقه ونلعب 35 دقيقه في ضياع وقت، هيبقى الموضوع صعب جدا. هيبقى الموضوع صعب جدا، وبالتالي خلينا ننتظر. ودينا قلنا كل اللي بكره ممكن يحصل، قلنا حكينا لحضراتكم ايه اللي هيحصل، امسك الكره واقع بيها وامشي من اول الجون لغايه اخر الجون، و10 ثواني في 12 ثانيه في 13 ثانيه في 20 ثانيه. كل ما نريده هو العداله التحكيميه، وبعد كده اللي فنيا افضل ان شاء الله يكون النادي الاهلي هو اللي يستطيع ان يفوز من خلال المباراه. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. بشكرك جدا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره في تمام الساعه الرابعه تلتقوا مع الاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي لمباراه النادي الاهلي ونادي سموحه قبل المباراه بساعتين لنقل كواليس كل ما يحدث قبل بدايه مباراه الاهلي وسموحه غدا ان شاء الله، هتبقى في تمام الساعه السادسه. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز ويصعد للمباراه النهائيه.